مساء الخير، مساء الأضواء الحلوة، مساء الأنوار. اليوم بدي أرجع أحكيكم شوي عن أتبتين، ورح أحكيكم شوي عن الفيلرز. أول شي الأتبتين صارت مالق الدنيا وشاغل الناس، والحمد لله. أكيد أتبتين تنعمل على كذا مناطق من الوجه، ممكن تنعمل على جو لاين ورا الدينة، على الرقبة كمان ورا الدينة، تنعمل حول التب إذا في عنا ترهل هون بهالطريقة، وتنعمل على التشيك بونز كمان إذا نحنا عنا تو ماتش تشيكس هون مرتخيين بدنا نعليهم، أو عنا كمية كبيرة من تشيكس بدنا نخففهم، بس نفس الوقت إنه هاي خلقة ما فينا نعمل شيء. شو بنعمل؟ نعمل أتبتين تا يصيروا نصهم. أكيد عن العيون كمان حكينا بحلقات السابقة. خليني أنا أركز معكم اليوم على الأتبتين، قديش تاخد معنا وقت وكيف تنعمل. أول شيء يا جماعة هي تنعمل بنج موضعي، يعني بعمل بس هون هيدي البارت إذا بدي شد الكونتور أو الرقبة، بعمل بس بنج موضعي مثل حكيم أسنان كيف بيعملكم بنج، نفس السيستم، وبشد المنطقة 20 دقيقة بقلكم خلصنا. ولازم تعرفوا انه ما بدها قاعدة بمستشفى او كلينيك تعملون وبتروحوا على البيت، واكيد لازم تعرفوا انه ما بدها مستشفى لان هي بروسيجر لوكال، يعني تنعمل ببنج موضعي وما في عليها ريسك ابدا ومنا جراحة. هيك خلصنا اول بارت. هلأ بدنا نحكي على تاني بارت. لازم تعرفوا يا جماعة يا حلوين انه بعد الاتوبتين، حتى اذا الوجه والرقبة وتعبر الكونتور، بعد شهر لازم نراقب حالنا ونشوف اذا نحنا في عنا ثغرات ولا لا، يعني طلعات ونزلات، لان بعد الشد بتبين الثغرات بالوجه وهول لازم نعبيهم. اذا مسافرين بتعبيهم برا، اذا بلبنان تيجوا عند الحكيم اللي عملكم الاتوبتين هو بيعبي الفراغ اللي بينت بعد الشد. ولكن لازم تعرفوا شغلة انه بليز ما تخافوا بقى، لان في ناس بس تقلهم فيلرز بينقذوا كأنه حكينا حرام او شيء. لا ما تخافوا، يعني بعرف انه عم تشوفوا كتير قصص وعم تخافوا كتير، ولكن مش كل فيلرز بيعملوا هالتشيك بونز اللي انتوا عم تشوفوا عم تخافوا منها. مشان هيك دايما لازم مع الحكيم نمشي ستيب باي ستيب. يعني يا جماعة بعد شهر او منعوز شوي فيلرز او ما منعوز، هيدا الدكتور بيعرف، هو بيقرر. لان احيانا مش احيانا 80-90% عشد بتبين فراغات الوجه، هيدا سبق وحكينا فيها، فهي لازم نفتح ابرة نوزعها. فبليز ما تخافوا من الإبرة إنه رح يعملنا أوبر أو شيء، كلها نص إبرة أو إبرة، وهدفنا بس نعبي فراغات. لكن لازم نتذكر إنه بعد أتبتين، بعد منا بشهر، لازم نعمل إبرة فيلرز ونوزعهم على الوجه، وأكيد إبرة بوتوكس. أنا برجع بشوفكم قريباً مع مواضيع جديدة، وما تشتاقوا لي كتير. باي باي.